طيب يا جدعان، باختصار الفيديو بتاع النهاردة من اهم الفيديوهات اللي هتشوفها حرفيا. النهاردة هنعمل اكبر حفلة بمناسبة رجوع المقار وبمناسبة الانتصار على السفاح. جايين النهاردة وجايبين التيم كامل، كل ما يجب ان يكون. قبل ما نبدأ بالكوارس احب اشكركم على وقفتكم جنبين. حرفيا انا لو فضلت اشكركم من هنا لحد السنة الجاية مش هقدر اشكركم بجد على اللي انتوا عملتوه معايا. في عز ما انا ما كنتش موجود، في عز ما انا كنت محتاجكم انتوا كنتوا جنبي، لايكات، كومنتات، تفاعل. فانا الفترة اللي فاتت كنت مخطوف، بس بعد ما رجعت ولقيت حب الناس ولقيت الجمهور كان مستني وكان مشتاق ازاي، انا حسيت ان انا كنت في رحلة ما كنتش مخطوف اصلا. عشان كده احنا يعتبر خلصنا من السفاح وخلصنا من كل المشاكل اللي عندنا، وجايين النهارده عشان نحتفل ونعوضكم عن كل حاجه شفتوها وحشه معانا الفتره اللي فاتت. باختصار من هنا ورايح هنقدم محتوى يليق بيكم وان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم. عشان كده النهارده هنعمل حفله كبيره، ولسه الحفله مش هتخلص النهارده، لسه في تجمع هنعمله وهنجمع فيه كل حبايبنا وكل اخواتنا. اخواتنا حرفيا مش الجمهور ولا الفانز، اخواتنا حرفيا. اللي انا شفته منكم انتوا اثبتوا لي اللي انتوا اكتر من اخواتي، اللي انتوا بجد. هنعمل تجمع في اي مكان في مصر، اللي انتوا هتقولوه هنعمله. هنعمله في مصر، هنعمله في الجيزه، هنعمله في اسكندريه، هنعمله في الفيوم، هنعمله في اي مكان انتوا تطلبوه. تجمع هيحصل بعد اسبوع او بعد اسبوعين بالظبط. عارفين التجمع ده هيكون اكبر تجمع حصل في مصر كلها. انتوا اللي هتحددوا المكان اللي هنعمل فيه التجمع ان شاء الله. كده خلصنا من الموضوع دوت. بالنسبه لموضوع السفاح احنا خلاص يعتبر خلصنا منه. طبعا زي ما شكرتكم وانتوا اولى بالشكر من اي حد، احب اشكر اخواتي اللي لولا هم ما كنتش هرجع اصلا. انا اشكرهم واحد واحد. اول حاجه طبعا اخويا زلزال. اخواتي مش قادر اوصف فرحته والله اللي احنا خلصنا من السفاح، ومش مصدق اللي مقر اصلا معانا هنا دلوقتي. يعني بصراحه انا فرحان اكتر منكم واكتر من اي حد، لان انا اكتر واحد شفت تعب، جبت مقر بالعافيه. تعال نشوف الناس التانية بقى. اخواتي شريف كوتا. اخواتي كلمة للسفاح، كلمة السر. اسمه ده المقر رجع. حبيب تقوي باشا، الف مليون مبروك للمقر رجع بالسلامة. حبيب قلبي كلمة للسفاح يا اسلام. انا ومقر اخوات، واللي اتقال علينا اشاعات مقر الثبات على المبدأ، ومفيش سفاح تاني. التيك توك التيك توك التيك توك. اخويا السلطان يا جدعان، يعني الشكا والإجرام. طز فيه، طز في 100 سفاح، وطز في اي حد يقف قصادنا ماشي، عشان احنا بص جامدين قوي، واللي فات كله طرش عشان اللي فات ما طمرش. اخويا احمد بيليا. طب يا جدعان الحمد لله النور جاي لنا بالسلامه، والفرحه النهارده هتبقى فرحتين. اخويا حسن، الف الف يا اسطى مليون مبروك، واللي هيجي على السكه بعد كده هيستحمل الله يحصر. اخويا اسلام، الحمد لله ان المقر رجع يا جدعان، وكلمه للسفاح انت هلس. طيب بلدي ومنطقتي عن كل فارق بيتي، ده عم القعده حتى ما تكلم، لو عايز شد بلا اصبر قبل ما تنزلها الاول. المقر يلا نهنيه وش يا اسطى انا يا اسطى عديها على الهادي، بودي بودي حلمك مشروب. يلا يا جدعان الراس على شكلك، اسمع يا ابني انت وهو، انا شايفك قاعد جوه وانا طالع عيني من دوري، وصلنا للعالمية ما تجيش هنا تبني اخرك واحد في المية، اخرك واحد. بيتك لبيتك لك جابت غصب عنك عنا. اسمع لما اقول لك الناس يا اليوم شمال وغير افريقيا، افريقيا وسط
طيب يا جدعان، ودلوقتي جه ميعاد المقلب. هنعمل مقلب في واحد صاحبنا وهنختاره عشوائي. اقسم بالله اللي هيتعمل فيه المقلب ما يعرفش وما كانش يعرف، وهتتصدموا بالنتيجه. طيب يا جدعان، دلوقتي حالا هنتم المقلب في حسن. يلا يا جدعان، يلا يا جدعان. طيب يا جدعان، دلوقتي حالا المفروض اللي احنا ربطنا حسن، قفلنا الفيديو في لقطه معينه واتلمينا عليه كلنا وكتفناه. هو دلوقتي مكتف هناك اهو، تعالى كده. شايف وشك يا اسلام؟ اقسم على الان، على الان وقت القضاء على حسن. حسن الونش اهو، حسن الونش اهو، حسن الونش. ايه ده؟ خد منه كلمة. ايه الجمدان ده؟ والله صعبان عليا. قول لهم انتظروا، انتظروا يا جدعان، انتظروا احلى مالف في الدنيا. معين الوقت صعبان عليا. ساعه صور كده يا جدعان. ايه مبلول خالص، جسمه كله مبلول. فكوني طيب، فكوني طيب. معلش يا حسن، فكوني طيب. هنفكك دلوقتي، هنفكك دلوقتي، هنفكك دلوقتي. طيب يا جدعان، فكينا حسن. لا لا لا، بعد ما هو متبهدل خالص هبل عشان ما يغش كده. كون خلص الفيديو، عامل مقلب جامد قوي بصراحه. يعني انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناه. طبعا استنوا مقالب كتير قوي من دي. طبعا في تكمل الفيديو تحت. ما تنسوش طبعا تصلوا على حضره النبي يا جدعان. تكمله الفيديو عندي، انزلوا شوفوها بسرعه. خلص الفيديو، انتظروا المفاجآت الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.